صحبات البنات كلهم ليهم اصحاب ولاد، اهلا وسهلا، وانا لا، وهما بيتريقوا عليا وانا بفكر اعمل زيهم لاني بحس اني شاذ عنهم. الضحكه دي تفهمك هما دول الولاد اللي مصاحبين البنات، سوري يعني. الضحكه دي تفهمك ان ده يعني اقول ايه، خايف اخبط جامد. بس يا جماعه انتوا كلكم فاهمين ان مفيش حب خالص في المرحله دي، ومفيش كوميتمنت، يعني ما تقدرش الولد ده ما يقدرش يدي كلمه للمستقبل، ما يقدرش، لانه مش ناضج كفايه، لانه مش مسؤول، لانه مش عارف بكره هيمشي ازاي، وبالتالي هو ما يقدرش يدي كلمه. فانت هترتبطي بيه على اي اساس؟ انتوا كبنات مشاعركم حساسه شويه، لما بتدوا قلبكم بتحلموا وبتأملوا في مستقبل مرتبط. 99.9 ما بيحصلش، بيفضل جرح في القلب طول العمر. طب ليه يا بنتي تعملي كده في نفسك؟ فما تصدقيش البنات اللي مصاحبه ان هم دول اسعد بنات وكده، كلهم بيعيطوا بعد شويه لانه الافندي من دول بيبقى ايه؟ يحب يغير كل شويه. فمعلش مع احترامي لكل الشباب، انا مش شايف انه الحكايه دي مريحه. وفي بنات تحب تتكلم عن صداقتها out of inferiority عشان تقول انا اصلي ايه محبوبه والعيال بيجروا ورايا. وبعدين نيجي نسال الولد من دول يقول لك ولا بصيت لها يا ابونا غلط. فتحس ان القصه كلها يعني ملهاش اساس. خليكوا عاقلين احسن.